مشاهدينا دائما وابدا كل عام وانتم بخير، واكيد مع شركه مجمع سيره الضاره التجاريه شداد متواصلين معكم بكل المنتجات المميزه، منتجات الضيافه، منتجات الفريشه، كل المنتجات والارز ايضا المتميز ارز الضيافه لدى شركه مجمع سيره الضاره التجاريه. كل عام وانتم بخير. عام وانتم بخير والصحه والسلامه. عرف عليك سامح صبح رشيد موسى من عزبه تشوفه. اهلا وسهلا فيك، كيف امورك؟ والله الحمد لله سلام. كيف رمضان معك؟ والله الحمد لله الحمد لله. تمام التمام؟ تمام الحمد لله. كل عام وانتم بخير. وانت بخير. نتعرف عليك يا صديقي. رجال موسى. اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا فيك. شو اليوم صايم ولا لسه صومت العصر؟ صايم. صايم، يلا يا سيدي كل الاحترام لكم. طيب احنا اليوم برنامجنا عبر شاشه التلفزيون السلام اهل رمضان برعايه كريمه من شركه مجمع سيره الظاهره التجاريه شركه شداد. اكيد بتعرف منتجات شركه مجمع سيره الظاهره التجاريه صحيح؟ اه ان شاء الله. في عندك الفريشر. اه اكيد ما فيش حدا ما يشربوش. اه في عندك ارز الضيافه. إيه؟ منتجات الضيافة كلها. كل المنتجات الضيافة سواء منتجات الضيافة القهوة، منتجات الضيافة الأرز، منتجات الضيافة المعلبات. كل هذه المنتجات لهذه الشركة المميزة. شو رأيك بمنتجاتهم؟ والله ممتاز الحمد لله. كلش تمام؟ والله تمام الحمد لله. يلا يا سيدي في سؤال راح تجاوبه، إذا بتجاوبه صح إن شاء الله راح تأخذ جائزة مباشرة. إن شاء الله. إن شاء الله. يلا. وللأسف ما فيش خيارات، بس تحديدا في هذه الحلقة ما في خيارات، احنا راح نعطيك مباشرة السؤال. بحاول أساعدك ولكن مش كثير إن شاء الله. يلا، من هو أول الأنبياء الذي صام وكم صام وكيف صام؟ الأنبياء الذي صام وكيف صام؟ سيدنا يعقوب. سيدنا يعقوب. صام مش عارف كيف صام بس. تعال نشوف هون في إجابة برأيك. أول شيء نتعرف عليك. خير يا جماعة عدنان مصري. أهلا وسهلا فيك. من هو أول الأنبياء الذي صام وكيف صام؟ يعني قديش صام؟ يعني بالأيام. صام. سبعة. عشرة. طب من هو أول الأنبياء الذي صام؟ سيدنا مين؟ سيدنا محمد. لا مش سيدنا محمد، هو انت قلت سيدنا يعقوب، انت قلت سيدنا محمد طبعا عليهم السلام. لا شو رايك؟ سيدنا نوح. شو رايك؟ يفطر يوم. يفطر يوم. شو رايك؟ انا اللي حكيت سيدنا محمد. خربت كيش تغير؟ لا تغير. تغير؟ لا. كيف صار؟ عشان بكني 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 سيدنا ادم. سيدنا ادم. كيف صام؟ صام عن الطعام مشان ما يأكلش من شجرة التفاح الجنة، يعني لما المصام يعني مش عارف شو أقول لك. خلينا بس عشان نأخذ واحد ثلاثة. أنت شو تحكي؟ سيدنا مين؟ سيدنا محمد. سيدنا مين؟ نوح. آخر شيء سيدنا آدم. سيدنا آدم. جواب نهائي. سيدنا آدم. جواب نهائي. سيدنا آدم. نهائي. كله جواب نهائي. مو جواب نهائي يعني خلص. سيدنا آدم. خلص. خلص. طيب انت نص الجواب جاوبته صح. هو سيدنا ادم صح. طيب كيف صام؟ رب العالمين يعني. كيف يعني بالشهر كيف كان يصوم؟ كل الشهر؟ لا. ولا؟ يوم بعد يوم، يوم بعد يوم. يعني مش ثلاث ايام بالاسبوع. يعني ما هي يوم بعد يوم، ثلاث ايام بالاسبوع بيطلع. طيب جواب نهائي يعني كمان؟ جواب نهائي. فعليا هو سيدنا ادم صام ثلاث ايام في الشهر. صوم ثلاث أيام في الشهر، فإجابتك صحيحة وألف ألف مبارك جائزتك نعطيك إياها من شركة مجمع سيرة الظاهرة التجارية. إيش بتقولهم؟ الله يجعله مبروك، كل عام وأنتم بخير والصحة والسلامة، وإن شاء الله ينعاد عليكم وأنتم سالمين. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير والصحة. مشاهدينا متواصلين معكم مع شركة مجمع سيرة الظاهرة التجارية، أكيد دائما أنتم من تربحون وذلك بجودة المنتج وبالسعر المميز بكل ما تقدمه من أكيد فريشة وفريشر اللي احنا بنعرفها أو من خلال أرز الضيافة ومن خلال منتجات الضيافة. كل عام تبخير. تبخير. عرف عليك محمود حجاوي أبو رافض. أهلا أبو رامي، كيف حالك؟ أبو رافض. أبو رافض كيف حالك؟ الحمد لله. أمورك منيحة؟ الحمد لله. الله يعطيك العافية. كيف شايف أجواء رمضان؟ الحمد لله منيحة. أول يوم الحمد لله رب العالمين. يلا يا سيدي اليوم في سؤال بتجاوب عليه صح راح تأخذ جائزة مباشرة، بتجاوب عليه غلط لنتأسف منك. تمام؟ يلا يا سيدي سؤالنا لك بقول كالتالي، ما اسم زوجة فرعون؟
ما اسم زوجة فرعون؟ ما عندكش فكرة؟ للأسف أنا بقدرش أعطي خيارات، ولكن يعني بحاول أقرب لك إياها. اسم زوجة فرعون اسم مش كثير غريب. إحنا فلسطين موجودين. ها في تعرف؟ لا لا. شكرا لك، كل عام طيب. متواصلين معكم أكيد مميز اليوم مع كل هذه الأجواء المميزة، ودائما وأبدا من كلكم كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير وصحة. أعرف عليك نبيل خريشي. أهلا يا أخي نبيل، كيف أمورك؟ نحمد الله تمام والله الحمد لله. الله يسعدك. اليوم برنامجها برعاية كريم من شركة مجمع سيرة الظهر التجارية، أكيد بمنتجاتها المختلفة والمنوعة. بتعرف شركة سيرة الظهر التجارية؟ طبعا أكيد موجودة بسيرة الظهر. أكيد طيب تمام. شو بتعرف من منتجاتها؟ الرز والمواد التنظيف. رز الضيافة عندهم مزبوط، عندهم فريشر. أيوة. اللي بالأطعمة التوت وبرتقال وليمون وليمون. بالضبط. وشيء كثير محبوب وحبوا كثير الناس وزيك. كيف؟ كثير محبوب هاي منتجاتهم ناس. أكيد 100%. أكيد. الله يسعدك. شو اليوم إفطاركم صحيح؟ والله ملوخية. ملوخية صحة وعافية. يلا. نروح لسؤال لك، إذا بجاوب عليه صح راح تاخذ جائزة مباشرة. للأسف الشديد أنا بقدرش أساعدكم هالمرة، أنا عندي سياسة إني أساعد بس هالمرة مش هقدر أساعدكم كثير. سؤالنا لك، ما هو اسم زوجة فرعون؟ هذا صعب. زوجة فرعون اسمها آمون ولا إشي هيك؟ ما اسم زوجة فرعون اسم شو؟ زليخة. آسيا. آسيا. السؤال كمان مرة. سؤال كمان مرة، اسم زوجة فرعون. شو قلت؟ زليخة. زليخة. لا أعلم، بعرفش. آسيا. مش أفريقيا. الله مشاء. طيب أنا بدي أقول لكم خبر خطير جدا وخبر عاجل، إنه في واحد فيكم جاوب صح. معقول؟ في واحد مجاوب صح. عنك مش من خاطرك. أنت غصب عنك. لأنه اسمها زليخة. زليخة. خلص. طيب. هاي الجائزة. جائزة من شركة مجمع سيرة الظهر التجارية، مين راح يكون صاحبها؟ هل من قال لا أعلم؟ أم من قال زليخة؟ أم من قال آسيا؟ أنا وضميري. إيش؟ وأنت كمان بتعلمش؟ ولا أنا لا أعلم، بس أنا بعرف إنه اللي فاز. اللي فاز اللي جاوب آسيا أكيد إجابة صحيحة. آسيا هي إجابة السؤال، ما اسم زوجة فرعون؟ فعلاً هي آسيا، عشان هيك أنا قلت لك مش أفريقيا. ضليتك صامد وثابت، عارف عن نفسك؟ وفا السيد. أهلين يا وفا. وفا احنا بنحكي اكيد عن شركة شداد، شركة مجمع سيرة الظهر التجارية، فريشار ومش فريشار وكل هذه المنتجات او الضيافة، هذه من منتجاتها، وشو تشوف كمان منتجاتها كثير مميزة، واليوم نعطيك جزء من منتجاتها. يسلم ايديك، شكرا لكم، كل عام وانتم بخير. شكرا لك وكل الاحترام. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. وانت بخير. اهلين يا حبيبي. مشاهدينا، مع شركة مجمع سيرة الظهر التجارية متواصلين، منتجات مميزة، ودائما شركة مجمع سيرة الظهر التجارية بتقولكم كل عام وأنتم بألف خير. كل عام وأنتم بخير. أنت بخير بالصحة والسلامة. أعرف عليك. همسة عمر. أهلين يا همسة. أهلين يا همسة. همسة. كل عام وأنتم بخير. شو اسمك؟ مصطفى. أهلين يا مصطفى. ابنك مصطفى، أهلا وسهلا، ما شاء الله شاب. كل عام وأنتم بخير. بخير. أخبارك؟ الله يسلمك ويخليك. أعرف عليك. براء بروك. أهلا وسهلا فيكم جميعا، وأكيد في سؤال تحدي بينكم من شركة مجمع سيرة الظهر التجارية. بس بحكي لكم شغلة، اليوم إحنا مش راح كثير نجاوبكم، نساعدكم في الأجوبة وراح تجاوبوا لحالكم. هي أول نقطة. النقطة الثانية، بدنا نعرف رمضان معكم منيح ولا مش منيح؟ الحمد لله لحد الآن، الحمد لله تمام. تمام. شو اليوم سمعت إنك أنت عامل مشكلة على الإفطار، بدك تفطر إشي بدون مش يفطروك؟ صح؟ يعني هي العصورة كذابة. طب صايم اليوم؟ يعطيك الصحة والعافية. مباراة مبروك، كيف الوضع؟ الحمد لله إن شاء الله تمام. أهلا وسهلا فيكم. سؤالنا لكم بسيط كثير، فكروا فيه منيح. ما هي أعظم آية في القرآن الكريم؟ آية الكرسي. آية الكرسي. شو رأيك؟ نفسه. نفسه؟ سورة الفاتحة. سورة الفاتحة. عندنا إجابتين، آية الكرسي وسورة الفاتحة. اللي بدي أخبركم إياه إنه في إجابة صح، بس أني حكيت آية مش طيب ماشي، بس اجتهدت. ارضى بالنصيب وارتاح الحبيب. طيب نرضى بالنصيب مع بعض ونقول الإجابة الصح آية الكرسي. إجابة صحيحة، أكيد بتاخذ جائزتك من مجمع سيرة الظهر التجارية شركة شداد. شو بتقولي لهم؟ شكرا. ألف شكر لكم، كل عام وأنتم بخير، وعلى الأمة الإسلامية والعربية بألف خير يا رب. كل عام وأنتم بخير. وأنت كل عام وأنتم بخير يا مصطفى. شكرا لكم. كل عام وأنتم بخير. شكرا لكم.